وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر من الوسطية السمحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأجمل التسليم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأفاضل، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الطيب المتكرر الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم، فمرحبا وحيا هلا بكم، وأقول كل عام وأنتم بألف خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، تقبل الله منا الصيام والقيام، تقبل الله من حجاج بيته حجهم، ونقول لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور إن شاء الله، والحمد لله على سلامة الجميع. أتحدث اليوم بملاحظة، هي هذه الملاحظة يتحدث فيها الناس، ونحن نقول دائما المال الحلال والمال الطيب والكسب الحلال والكسب الحرام، والعياذ بالله من الكسب الحرام، إنه بعض إخواننا يقودون السيارات بالأجرة اللي هي التاكسي أو سيارة الأجرة، وردت عليهم بعض الملاحظات أنهم أولا يختارون الزبون في الأيام العادية غير المواسم، يختاروا زبون اللي ما معه أغراض، وإذا كانت صبية بوقفلها، وإذا كانت عجوز ما بوقف، وإذا كانوا شباب ما بوقف، وإذا كان عائلة ما بوقفلهم، بيبلش يختار. طبعا مع وجود السيارات الجديدة والأسواق الجديدة، سبحان الله، يعني بيقولوا يعني لولا الغيرة ما حبلت الأميرة، فكثرة السيارات صار بده أي راكب. لما صار موسم الصيف وكثروا الركاب، بوقفوا بعض سواقين التاكسيات على باب المستشفيات الخاصة، وما بيرضوا يركبوا إلا إذا كان الراكب من جنسيات عربية من دول غنية، أما غيرهم ما بيرضاش يركبوا. وهذه طبعا احنا نتمنى لو كانت مبنية على الاحترام، يعني احترام للغريب وللضيف وللسائح، سواء سياحة كمنطقة جمال المنطقة أو سياحة الدينية أو السياحة العلاجية، لكن لا، للأسف الشديد إنهم يستغلوا هؤلاء وبيغلوا عليهم الإيجار. يعني مثلا بيطلع دينار وعشرين قرش مثلا العداد، فبيقول للسائح 10 دنانير، وبيأخذ منه 10 دنانير بدل ما يأخذ منه دينار وقرشين مثلا، بصير 10 دنانير و20 قرش، ويترك طبعا نساء وأطفال وكذا، ما بيرضى يوقف لهم وما بيرضاش يركبهم، خاصة على باب المستشفيات الخاصة. حقيقة بكرة بيروحوا هؤلاء الناس، يعني الضيوف بيروحوا وبخلص هالموسم، وببلش يطلب، بيقول والله ما في شغل والبركة ما فيش، وكأنه يعني يقول انه والله ربنا مش مبارك لنا ومش مطلعين ضمان السيارة ومش مطلعين البنزينات ومش مطلعين ومش مطلعين، وبلش يشتكي. نقول له اولا، لانك في مرحلة ما انطبق عليك قول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فأنت يوم من الأيام ما قبلت توقف للناس هذول
اللي هم بدهم يشغلوه. فربنا نزع عنك البركة، نزع بركة العمل تبعك. فلا تستغرب انه ربنا يقطع عنك هذا الرزق او يقلله، لانه ممكن عجوز اشرت لهذه السيارة وارادت الركوب فيها مقابل الاجرة، ولكنك تكبرت على هذه الرزقة، هذا الرزق تكبرت عليه وبدأت تختار وتدور ركاب نقى. فممكن تكون هذه العجوز قد دعت عليك بأي دعاء من الأدعية واستجاب الله عز وجل لهذه العجوز، فأنت وقعت في عدم البركة ووقعت في دعائها الذي دعته عليك. ممكن على باب مستشفى يكون فيه رجل كبير أو مريض وأشر إليك أو طلب منك أن تحمله في هذه السيارة ورفضت أنت. فرب العالمين قد يبتليك بنفس المرض، لأنه هذا المريض لا يستطيع الوقوف طويلا أو المكوث في الشارع أو تحت حر الشمس أو على الأرصفة ينتظر سيارة وأنت تمر من عنده وتبحث عن ركاب خاصين ومميزين تريد أن تختار ركاب على كيفك. فهذه الملاحظات للأسف الشديد عم بتصير، ويسأل الناس وين البركة. أول شيء يعني عندنا مشكلة في إغلاء السعر وعدم اتباع التعليمات والقوانين اللي هي المشي على العداد، والعداد هذا يكون منضبط من جهة المواصفات والمقاييس، وعدم الضحك على الناس انه بعض الاحيان ما بيشغل العداد او ان يأتي بهم من طرق ملتوية وغير الطريق ليأخذ يعني مبلغا اكبر من المطلوب، خاصة اذا كان الراكب غريب او كان يجهل كم التسعيرة. واحنا للأسف الشديد بنستغل هؤلاء الناس، وهذا يسيء. اول شيء ما بيجوز في الشرع، هذا حرام، يعني يحرم ان يفعل هذا الشيء، وهذا مال حرام. ايضا فيه من الكذب والاحتيال، ويسيء ايضا للبلد، لانه انت كيف بدك السياح وبدك الناس تثق فيه. يعني بذكر اني زرت لبنان في سنة من السنوات، فكان السائق اولا السائق جامعي، كان جامعي يعني خريج جامعة ومعه سيارة جميلة وقمة في التعامل والذوق حقيقة. وبعد ما انهينا كل المشاوير التي نريد رفض يأخذ الأجرة. طبعا لا يمكن احنا ما نعطيه الأجرة، بس شوف كيف الأسلوب والأدب، خليها علينا وكذا. احنا أصرينا يعني الركاب إلا نعطيه ونجزل له بالعطاء، ويخرج هو الكرت تبعه بطاقة تعريفية فيه هو كشخص، ولتعرف يعني هو متعلم وابن ناس وبيشتغل على تاكسي. فقال يشرفني إذا زرت لبنان مرة ثانية إني أكون بخدمتكم، يعني تحكوا معي قبل لا تيجوا حتى يعني أقدر أساعدكم وتشوفوا كل المناطق الجميلة في بلدي. سوق بلده، ما زلنا يعني رغم يعني أنه أكثر من سنة سنتين أو كذا، ومع ذلك ما زلنا نكن لهذا البلد ولهذا الأسلوب كل الاحترام. فأنتوا يعني بحاجة إنكم حقيقة تسوقوا بلدكم وتحترموا الناس، وبالتالي حتى تكسبوا هؤلاء الناس زباين. الأخ صالح يوسف من السلط، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور محمد الغوني القالي على قلوبنا. يا مرحبا وسهلا، وأنتم بخير وجميع العاملين في قناة الحقيقة الدولية بخير، لكل المواطنين في أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية بخير.
آمين. تحياتي لك يا دكتورنا الفاضل. الله يحييك يا حصان. يعني على نفس الموضوع اللي بتحكي فيه. والله يا ريت شباب ترفعوا لها السماعة شوي عشان الصوت. تفضل أخ صالح. دكتورنا ربنا يحفظك من كل مكروه ويبارك بعمرك إن شاء الله. آمين وإياك. في هذه الأيام في مدننا الرائعة إنه بعض السواقين الذين لا يخافون الله بتلاقيهم لما مثل ما تفضلت بالظبط، أنا كنت عدة مرات أقف عند مثلث إسماعيل عليه، والله أقعد ساعة وساعتين ما يوقفوا لي، أما لما أشوف فتاة على طول يوقفوا لها. طيب لماذا هذا الشيء؟ يتق الله. بصير يشغل لها الضوء العالي. بتلاقيهم بيستغلوا المواطنين. يعني مرة من المرات أنا في مدينة سلط كان في جاهز عرس عند جامعة أبو خلف الجهة هذيك، والله كنت مضطر، أنا مظالم ما ظلش إلا دقائق لازم أكون موجود. المهم وقفت أول تاكسي ولا بقول لي على العداد، والله 5 ليرات يا شيخ أخذ مني من السلطة عند جامعة أبو خلف، يعني كذا كيلو، ما في مسافة طويلة، أنا صويلح بأخذ ليرتين، واضطريت إني أدفع. في ناس ما عندهم مخافة الله. وكذلك في نقطة مهمة بننبه على السواقين لأنهم يتقوا الله، خاصة في الباصات لما يشغلوا الأغاني الخليعة أمام الفتيات والراكبات في سوق، في أحباب، في جماعة ما شاء الله قمة، بتلاقيهم يشغلوا الأغاني الغير جيدة وبصيروا مش عارفين الكنترول، تلاقي بقعدوا يبصصك على البنات اللي في الباص. هذا مش من عاداتنا ولا من تقاليدنا، إحنا بلد محافظ، بلد ديننا الإسلام، وكل واحد له أخته، واللي بنظر إلى أي واحدة والله غير ينظر إلى أخته. افعل كما تشاء كما تدين تدان. لذلك احنا نطلب من السواقين يا فضيلة الدكتور انهم يتقوا الله وما يستغلوا الاجانب. الاجانب فعلا باخذوا اسعار خيالية منهم، وبتلاقي والآن سبحان الله طلع اوفر وكريم هسا صاروا على اعصابهم. والله مرة طلعت بعمان يا دكتورنا قبل حوالي شهر، كنت في الدوار الرابع، طلعت مع سواق والعياذ بالله ما خلى مسبات، استغفر الله رب ولا دين، بقول له يا رجال اتق الله انت على كف الرحمن، بقول لي يا اخي والله بطلع من الساعه 6 لغايه 12 الليل ما بطلع غير 5 ليرات، اوفر وكريم خربوا بيتي دمروني. هيو بالصيف صار ينقي ركاب نقاس، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صحيح. أشيخنا. شكرا لكم يا سيدي على هذه المداخله الطيبه. الملاك مرعي من إربد، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمد، حياكم الله ست ملاك. نعم وانت بخير. وانت بخير وصحة وهدات بال يا رب. شيخ محمد هذيك اليوم أختي بترن علي بتحكي لي يا ملاك حلمت فيكي، بحكي لها إيش حلمتي فيا؟ بتحكي لي حلمت فيكي إنك ميتة، وعمي أبو جوزي وعمتي أخت أبوي وأخوي الكبير بيضحكوا، وامي وابوي واختي وجوز اختي بعيطوا. تيجي اختي ايش بتحكي؟ بدي اعرف ملاك ليش ماتت، بدنا ناخذها على المستشفى. بيجي لا بيحكوا لها لا ما بدنا ناخذها على المستشفى، بدها تموت. هذا اخوي الكبير بيحكي لمين؟ لاختي الكبيره. بتحكي له ولي يا فادي مشان الله بدي اعرف ليش ماتت، انت اللي موتتها. بيحكي انا اللي موتتها. بتيجي ايش؟ بيجي بصحي بإيش؟ بتيجي أبوي بصير يحكي خلص يا فادي هاي ماتت مرة، ما بقول لا أنا ما وتتها، وتصحى ويتعيط. كانت عندها توجيه، عندها شيء مهمومة عشانه أختك؟ كانت زعلانة منه. لا قصدي بشكل عام، هي عندها توجيه، عندها إشي بتنتظر فيه؟ لا 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 لا، يعني هي كان عندها مشكلة يبدو، وربنا إن شاء الله بالبكاء فرج، البكاء فرج عليها، وأنت ربنا أعطاك عمر جديد إن شاء الله، فالموت هو حياة، تفسيره الحياة، فربنا يحفظك جميع إن شاء الله، وما بتشوفي شر إن شاء الله يا ملاك. وحكي لأختك ربنا رح يفرج عنها، كان عندها هم معين وإن شاء الله ربنا بيفرجوا عنها إن شاء الله. والناس شكلين أنت عارفة، ناس محبين وناس يكرهون، ناس يحبوا الخير ناس، وهكذا طبيعة البشر. فأنت اطمئني وإن شاء الله ربنا يعطيك الصحة والعافية يا رب. ألو، يبدو انفصل الخط. الأخ صالح يوسف يعني عمل مداخلة بالحكي اللي إحنا كنا نحكي فيه، وهو استغلال الناس. وأيضا يعني الآية الكريمة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب،
يعني الرزق مربوط بالتقوى، والتقوى مطلوبة. فكثير من الناس بالله عليه هو ما بيصلي ويشتم ويسب وألفاظ بذيئة وألفاظ تغضب الله عز وجل وبطلب الرزق. الرزق هذا بدك صلاة فجر، بدك دعاء، الخروج من البيت، بدك التوكل وحسن التوكل على الله عز وجل، ورزقتك بتيجيك. أما والله احنا نتمنى يطلعونا كمان 3 شركات مثل أوبر والثانية، فاحنا السوق كل ما كثر التنافس حتى ما يستغلوا هؤلاء الناس، يستغلوا الراكب أو المواطن أو السائح. أم حمزة من الزرقاء، السلام عليكم. عليكم السلام. ألو، السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أنا في واحد طلبني مبلغ من بعل ودينت إياه، هو ما يقدر على السداد. أنا عارف إنه ما يقدر على السداد، يعني مديون هو، يمكن نعتبره زكاة؟ يعني مش قادر يسد؟ نعم. يعني إلك عليه دين؟ بس هو ما يقدر يسدني، أنا عارف إنه ما يقدر يسدني إياه. ولا يستطيع السداد؟ لا يستطيع. بدك تحولي له زكاة؟ يمكن يجوز. يعني لو القروش معاك بتعطيه اياهن؟ نعم. لو المبلغ معاك بتعطي الزكاة لهذا الشخص؟ لو كان معي كنت مفكر اني اعطي اولاده، بس كنت خجلانة انا قبل السنة اللي فاتت. يعني انت لو المبلغ معاك هل راح تعطيه اياه يعني انت؟ والله اذا يقبلوا اعطيه. تعطيه يعني لنفسه؟ اذا يقبلوا. لا، هو الاحسن انه سدك المبلغ، وبعد ما يصير عندك المبلغ تعطيه زكاة أفضل، لأنه الزكاة إخراج مال، يعني لابد أن تملكي هذا المال يصير عندك وتدفعي لهذا الشخص. حياكم الله. الأخ عبد الفتاح، السلام عليكم. السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير يا فضيلة الدكتور. حياكم الله، يا مرحبا فضيلة الدكتور. عندي 3 أسئلة. تفضل. في الهواء سؤال واحد تحت الهواء، بدي اتواصل معك لو سمحت. تفضل. اشرح لك الموضوع وتقول لي ممكن على اساس يستفيدوا الناس المستمعين منه او مش ممكن. تفضل. السؤال الاول او المسألة الاولى، الواحد يدعي على نفسه، من هي انه يدعي على نفسه؟ وأنا أعتقد أنه في حديثين، هل هن حديثين ولا لا؟ أنه الواحد لما بده ييأس من حياته أو إشي يقول اللهم أحيني إن رأيت الحياة خير لي في دين ودنياي وعاقبة أمري، وأمتني إذا كان الموت خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري. والحديث الثاني أو بعرفش هل هو حديث ولا لا، اللهم اجعل الحياة مزيدا لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا المثل الأولى. المثل الثاني دكتور، في بالنسبة ل أنا صراحة كنت أتابع برامج، أنا عمري 71 سنة، من زمان مهندس كده. العمر كله إن شاء الله ربنا يعطيك الصحة. 71 سنة تقريبا كنت أسمع برنامج لأحد الأعلام اللي كانوا يظهروا على التلفزيون، بقول إنه حتى ما تسهى في الصلاة أو إنك يعني تذكر إنه حتى تدبر الصورة اللي بتقراها وشوف اعرف شو معناها، او تدبر الفاتحة والصورة القصيرة وتدبر معناها. ارجو تعليقك على هذا الكلام يا دكتور ان شاء الله. الشيء الثاني الثالث او المسألة الثالثة، انه عندنا مشاكل في السمارت موبايل، هذول التليفونات الحديثة اللي صارت سمارت موبايل اللي ابصر ايش، وانا معيش سمارت موبايل ومهندس قديش 46 سنة عندي وعندي خبرات، وانا ما مش عاجباتني هذول السمارت موبايل، او ما قدرت او بتعلق بدي اتكلم عليهم بقدر، لانه صراحة مش دخلات دماغي، لانه مضرتهم بناء على الكلام اللي انت حضرتك حكيته زمان وغيرك حكى فيه،
انه مضرهم اكثر من نفعهم هذول الموبايلات. ليش مضرهم اكثر من نفعهم؟ لانه في تشاتينج، وفي مثلا الولد بصير المرأة هي وجوزها وبعدين كل واحد يراسل، وبعدين بينزلوا يصوروا حوادث، المهم، وبعدين الإشاعات، وبعدين شغلات، يعني شغلات خرابيط. فهو الله سبحانه وتعالى قال حرم الخمر والميسر، قال لأنه مضاره أكثر من نافعه. طيب إحنا هذا تلفونات سمارت تلفون، أنا بجوز ناس اللي بيسمعوني يقول لك شو هذا بتحكي، شايف؟ يعني هذول مضارهم أكثر من هذا مضاره أكثر من منفعته صار، لأنه إحنا ما بنستخدمه لك كتكنولوجيا. إحنا ما بنستخدمه كتكنولوجيا، لو بنستفيد منه كتكنولوجيا أوكي، بس كان عندنا تليفونات سيارات قبل، وكانت تكون مرخصة هاي التليفونات، تليفون سيارة رجال الأعمال معهم تليفون سيارة، وكان مرخص ومراقب. بس هاي التليفونات صار كل واحد كل في البيت خمسة بيبقين ست تليفونات يعني. وبعدين احنا بنمر بوضع اقتصادي لا نحسد عليه، لو تجمعوا هذه الأربعمية يعني التليفون اقل شيء ثمنه 400 دينار، وفي 5 مليون على الاقل، 5 مليون على الاقل معهم تليفونات، 400 دينار في 5 مليون بطلع 2 مليار. لو سوينا استثمارات في مناطق الأغوار والجنوبية والشمالية والطفيلة وأبصر إيش، كان ممكن إن نشغل أيدي عاملون، كان ممكن إنه نستفيد منهم. وبعدين التلفونات، بعدين بصير التلفون يعني 5 مليون عندهم، 5 مليون يعني أنا بقول 5 مليون عندهم على الحين تلفونات ب400 دينار كل تلفون، وبعدين ببدلوه كل ما طلع موديل ببدلوه. فما بعرف شو تعليقك على الكلام هذا فضل الدكتور، وأرجو أن يسامحوني المستمعين، لأن الصراحة يجوز يفكرون أنه أنا بحدي أو بمعنى أو بآخر. ما شاء الله أنك سيدي، شو رأيك في الموضوع؟ الموضوع الرابع تحت الهواء، لو تكرمت بدي أحكي معك إن شاء الله. خلي تليفونك عند الزملاء وان شاء الله. تليفوني بعرفش، انا ما فكرتوش تليفون، وان شاء الله انه تتصل معي ان شاء الله. شكرا لكم، حياكم الله. اذا نعود للأسئلة التي بحوزتنا، وموضوع الثاني انه بعض الحافلات تجد فيها الكنترول مثلا، وهذا غالبا يعني للأسف الشديد لا يحمل حسن سلوك، يعني بدون ما معه حسن سلوك من أي جهة، وغالبا يكون عنده أسبقيات، وهذا يعني بحطوه في نص الباص وبتطلع هون وبتطلع هون، يؤذي الناس بنظره ونظراته وحركاته ولبسه وما كتب على أيدي يده وما طبع على أكتافه، للأسف الشديد ومن غير ضوابط. سواقين الباصات يعني للأسف الشديد قبل كم يوم باصات خطوط يعني كأنها يعني على خط الزرقاء والعبدلي والكذا وصويلح، اثنين منها كانوا طالعين من عند الجوازات من عند دوار المشاغل باتجاه الزرقاء. تخيلوا انه باصات كوستر اثنين، ما بعرف كان فيهم ركاب ولا لا لاني ما قدرت الحق اشوفهم، من السرعة ماشيين على التراب يعني على اقصى اليمين وعلى التراب، وبتسابقوا مسابقة يعني، ودخلوا بعدين باتجاه الهاشمي، يبدو انهم ما قدروا وقفوا على الاشارة ودخلوا باتجاه وزارة الصحة. ما بعرف يعني، أنا بعرف أنه السيطرة في كاميرات وبيقدروا يشوفوهم على الكاميرات، وبيقدروا الأجهزة الحديثة اللي الموجودة بيقدروا يقرأوا الأرقام تبعها والاسم الخط اللي هم عليه، ما شافوهم هم بتسابقوا
وبعرف يعني عطوفة أخي مدير الأمن العام، نقول له حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. أنا بعرف أنه هذا الرجل لا يتهاون في مثل هذه التسيبات اللي بتصير، وأيضا يعني مدير السير والزملاء في إدارة السير والدوريات لا يتهاونون في مثل هذه المواقف. سباق بتسابقوا، يعني لو قلنا بيتسابقوا في سيارات والله صغيرة زعران اثنين مش مشكلة، لكن هذا باص خط يعني في ركاب، في عجزة، في بنات، في صبايا، في شباب، في كبار سن، يعني كيف يعني بيسمحوا لأنفسهم بالمسابقة في شارع عام وبالطريقة هاي؟ يعني وما بدري وين الكاميرات. يعني أنا بعرف أنه كل شوارع عمان مغطاة بكاميرات والسيطرة عم بشوفوهم، يعني ما شافوا هالتراب والزوبعة التراب اللي وراهم هم بتسابقوا على جنب الطريق. يعني ينبغي الانتباه لهذا موضوع المسجلات اللي جوا، يعني كيف يسمح لمركبة عامة انه يكون فيها مسجل وسي دي؟ يعني انا بعرف في الدول الاخرى يعني انه ممنوع، ممكن مسموح الراديو لكن يكون فيها سي دي ومسجل وكذا، وتحط اشرطة زي ما بدك، وفيها يعني بعض الاغاني خادشة للحياء، وفي صبايا وفي نساء، ما بصير يعني هذا الكلام، ما ينبغي حقيقة، ولازم يكون الحل سريع وجذري لهذه المشكلات. أم محمد من المفرق، السلام عليكم. عليكم السلام دكتور، كيفك؟ تفضل يا أم محمد. تفضل يا أم محمد من المفرق. أيوة دكتور. تفضلي. بدي أسأل. تفضلي. تفضلي اسألي. بدي أسأل عن الأضحية دكتور، يقولوا ما بدي يصير الأضحية عن الحي، بس الميت ما يضبط عنه الأضحية. من قال؟ في شيخ عندنا يفتينا قال يقول لا، هذه الأضحية للحي بس، الميت ما يجوز أنه يضحى عنه. اللي ضحى عنه ابنه ولا بنته؟ بنته، ابنه من أهله، يعني أكيد ابنه أو بنته. إذا ترك مالا، إذا ترك مالا ويجوز من ماله، وإذا كان هناك من يتبرع له بأن يذبح عنه أضحية جاز ذلك التبرع، وإذا كان من أولاده سواء بنت أو ابن أو بنت فهذا جزء منه ويجوز منهم، وربنا يتقبل يا أم محمد. يجوز يعني يا دكتور؟ يجوز. نعم يجوز، ربنا يتقبل إن شاء الله. كمان دكتور سؤال ثاني. تفضلي. في قبل رمضان، يعني برمضان في ناس يذبح ذبيحه ويقول هذا عشاء لأمواتي، يعني الأموات صدقه، يعني انه يعمل صدقه عن روح الأموات. ايوه، وين المشكله؟ انه يعني يجوز، يعني هل يجوز؟ نعم يجوز. لا يجوز، نعم يجوز، نعم صحيح. ربنا يتقبل ان شاء الله يا ام محمد. الله يسعدك دكتور، الله يحفظكم ان شاء الله. الاخ زيد من عمان، السلام عليكم. السلام عليكم شيخي. يا هلا شيخي، انا بدي اسالك سؤال. تفضل شيخ. باي صف انت يا زيد؟ نعم. باي صف؟ صف الثامن. ثامن؟ ثامن. الثامن؟ ثامن. ثامن شاطر في المدرسة؟ الحمد لله. ربنا يوفقك يا زيد. امين. تفضل، شو سؤالك يا زيد؟ دعاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، هل يستحسن أن نقوله ولا لا؟ يعني اللطف في القضاء؟ إيه؟ نسألك رد القضاء، لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. نعم نجيبك إن شاء الله. إن شاء الله. هلا هلا يا زيد. نعود إلى ما معنا من الأسئلة. الأخت ملاك أجبناها. الأخت أم حمزة تقول لها يعني مبلغ من المال على قريبة أو قريبة على شخص ما، مش قادر يسد، هل يجوز أني أعتبر هالمال هذا صدقة عليه؟ صدقة يجوز. هل يجوز أني أعتبر هالمبلغ زكاة؟ لا، الزكاة لابد أن تقبضيها وتخرجي الزكاة لهذا الشخص أو لغيره، أما أو تعطيه زكاة، وإذا بده سد اسد، يعني تخرج زكاة على هذا كونه غارم أو كونه فقير أو محتاج،
ثم يقوم بالسداد من الزكاة التي تدفع له، يقوم بسدادك أو سداد غيرك من أصحاب الدين. الأخ عبد الفتاح يعني يقول الأدعية اللي الإنسان بيدعيها يعني من ضمن واجعل الموت راحة لنا من كل بلاء ومن كل سيئة ومن كل منكر، الأدعية كثيرة في هذا. طبعا إن كانت الحياة خير لنا فنسألك البقاء، وإن كان الموت خير لنا فنسألك يعني أنه تختارنا. إذا كان الإنسان يبتلى في هذه الحياة ورأى يعني أنه ممكن ربنا يبتليه في شيء يخرجه من الملة، فالموت خير له. وطبعا الأحاديث بعد ما نأخذ الأخ رمزي من عين الباشا. السلام عليكم أخ رمزي. السلام شيخنا، كيف حالك؟ حياك الله يا مرحبا وسهلا. الله يعطيك العافية. الله يعافيك ربي. يا شيخنا أنا بدي أحكي بجزئية بسيطة بالنسبة لموضوع النقل العام. تفضل يا سيدي. هلا بالنسبة لموضوع النقل العام، كل سائل في عليه مسؤول. نعم. بصفة عامة تكافي باصات وغيره، في عندنا شرطة، في عندنا أمن عام، في عندنا هيئة قطاع نقل. نعم. هلا أنا شايف المشترك مشغول حاليا. ألو، انفصل يبدو الأخ رمزي. طبعا الحياة بالأصل يعني أنه إحنا نختار هذه الحياة الدنيا، ولكن يبتلى الإنسان في حياته. هل يسأل الموت؟ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالوا بأن الإنسان في الاحتضار يريه الله عز وجل مكانته يوم القيامة، فيحب هذا الإنسان لقاء الله إذا كان من أهل الجنة، فيحب الله لقاءه. وإذا كان من أهل النار يريه الله عز وجل مكانته من النار، فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. الأخ عبد العزيز من الزرقاء، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، كيف حالك يا شيخ؟ يا هلا بيك، كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وهدات بال يا رب. الله يسعدك وإياكم إن شاء الله. أبو أسامة تفضل. الله يزيد فضلك ويطول عمرك ويعطيك خير فيك جميعا يا رب. أتداينت ليرتين مشان أحكي معك. إيش سويت؟ أتداينت ليرتين، والله الله بيعلم، مشان أحكي معك. أمرني يا سيدي. تسلم. بدي تلفونك، صرت والله طالب 20 مرة. طيب خلي رقمك عند الشباب. مو مش راضين يقولوا، قلت لهم أعطيكم إياه، قال لا لازم تطلب الشيخ. طيب خذ أعطيهم الرقم للشباب وإحنا إن شاء الله نتواصل مع بعض إن شاء الله. فلقاء الله وحب لقاء الله يكون من الشخص المؤمن. يقول متى يعني المشاكل اللي في الموبايل والسمارت وما إلى ذلك، يعني هذه القضية قضية شائكة، وهي قضية التكنولوجيا الحديثة. احنا للأسف الشديد يعني المهندس عبد الفتاح له هذه الملاحظة القيمة، انه كيف التكنولوجيا دخلت علينا من غير ما نستعد لها، ما كنا مؤهلين لها، ما عملنا إلها وقاية وتحصين للجيل وللناس وللشباب والشابات. دخلت هذه التكنولوجيا ودخلت لكل بيت، دخلت في جيب كل واحد بطريقة يعني ما كنا مستعدين إلها، وهي قاعدة تتفاقم المشكلة وتشغل الناس، أشغلتهم عن دينهم، أخذت من أخلاقياتهم، أخذت من سلوكاتهم للأسف الشديد.
الانحرافات والمصيبات والجرائم كلها أو الغالبية حينما أسأنا استخدام هذه التكنولوجيا. احنا بحاجة حقيقة ان نستثمر هذه الخدمات التي جاءتنا وهذه النعمة، اذا بدنا نوصفها على انها نعمة، في خدمة اخلاقياتنا وديننا وسلوكنا وما الى ذلك. الموضوع الثاني انه اثمانها، يعني القيمة الغالية، يعني بعضها وصل الى 800 دينار، والمهندس عبد الفتاح بيقول 400 وكذا، لكن هي وصلت الى 800 دينار الجهاز الواحد. لو قيل يعني انه كم عدد الناس اللي يحملون هذه الاجهزة وخاصة الغالي منها، مجموع هذه التكاليف قد تصل الى 2 مليار. لو احنا يعني سخرنا هذه المبالغ في خدمة الإنسانية، في حل مشكلة البطالة، في وما إلى ذلك، لاستطعنا أن نفعل شيء إيجابي من خلال أنه إحنا بحاجة إلى توجيه هذه الأموال وهذه المبالغ التي تصرف. يعني بعض الأجهزة ما بتلحق تعرف شو فيها، بينزل كمان موديل، ما بتلحق تعرف بالجهاز الأول إلا نازل ثلاث موديلات ثانية، وإحنا بالأصل يعني يلا نستخدم منه الواتساب ولا فيسبوك ولا ألو ومرحبا وكيف حالك ورسالة، وكل إضافات الأوبشن اللي موجودة فيه قد لا نحتاجها. الأخ أحمد جرادات، السلام عليكم. ألو. كل عام بخير يا سيدي. السلام عليكم. بخير، كيف صحتك؟ حياكم الله. الله يبارك فيك يا رب. وعليكم يا مرحبا. سمعت السيدي، انت العلماء والاعلاميين الذات الاردنيون الهاشميين، سيدنا داير حج مبرور وسائر مشكور لكل من حج واعتمر، لكل مسلمين. امين. بعدين في حديث، هل في حديث يا سيدي يقول من ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله الا منعت من النار؟ اللهم اجعل جميع حمشون هاشميين، جلب حسين هاشميين، اللهم اجعلنا منهم احنا وياك، رحمنا الشعر وارحم شهداء الوطن يا رب. بعد يا سيدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا، كيف المحبة؟ وقال لا تخوف على امتي من الشرك والشهوة. ما هو الشرك والشهوة؟ وبارك الله فيك، جزاك الله خير سيدي محمد. حياك الله يا مرحبا. دائما بغلبك سؤالاتي بس تحملني. يلا حييك. ام غياث من الزرقاء، السلام عليكم. يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك يا ربي. يا أبوي الله يطول عمرك في رزقك جميعا يا رب. أنا والله العظيم وضعنا مأساوي، أنا ما بدي أي سؤال، بس بدي مساعدة منك ومن أهل الخير تساعدوني إن شاء الله. وترك لأنه أنا والله العظيم عندي بنات سنتين لحد الآن والله ما اشتريت لهم لا أواعي ولا إيش للمدارس. وين أبوهم يا مغياث؟ والله أبوهم تعبان مريض، وعندنا تقارير طبية ما وعدت 75%، والله ما بقدر يعمل إشي. الشؤون الاجتماعية ما بيعطوه؟ بعطونا 190 دينار، ندفع 110 أجار بيت غير الكهرباء والمي. ما عنده تقاعد؟ والله ما عنده. ابشري إن شاء الله نقدر نساعدك. خلي يا أبوي الله يستر أمرك، الله يرزقك. خلي رقم تليفونك وإن شاء الله بنعرضه على الجمعية. السؤال الآخر من الأخ عبد الفتاح يقول حتى ما يسهى الناس في الصلاة ويتوهوا في صلاتهم أو يعني ينشغلوا عن الخشوع، ينبغي أن يعرفوا معاني الآيات. طبعا سورة الفاتحة حينما يخاطب الإنسان ربه، وسورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، يقول الحمد لله رب العالمين، يقول حمدني عبدي، وهكذا أنت تشعر أنك في حديث مع الله عز وجل. أيضا حينما تتدبر معنى الآيات فإنك يعني تكون في من خلال تدبر الآيات تخاطب رب العالمين. فإذا مررت بآية فيها النعيم وفيها الجنة وفيها نعيم من الله عز وجل، سألت الله الجنة في قلبك. وإذا مررت بآية فيها عذاب اقشعر بدنك وخفت من الله عز وجل. فالآيات فيها من الترغيب والترهيب،
والقرب من الله عز وجل، فأنت تقرأ كلام الله عز وجل. فنستذكر دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للمرء من صلاته إلا ما وقر، وفي رواية إلا ما خشع، يعني أنت تخشع بين يدي الله من خلال أنك تقرأ هذه الآيات وتخاطب رب العالمين وتتحدث مع الله عز وجل وتستشعر عظمة من تقف بين يديه، وبالتالي أنت تخشع ولا تخرج من الصلاة إلا وهي في قبول تام وفي أجر عظيم من الله عز وجل، تحقيقا لهذا الحديث: ليس للمرء من صلاته إلا ما وقر أو ما خشع. ولأن عدم الخشوع في الصلاة يفقدها الروحانية ويفقدها الأجر والثواب. صحيح تجزئه يعني عن الفريضة وتسقط عنه الفريضة، لكن الأجر يكون قليل إذا كان بلا خشوع وبلا يعني توقير لله عز وجل، ويستشعر الإنسان ما معنى أنه بين يدي الله عز وجل. أخت أم محمد من المفرق: الأضحية عن الميت. الميت أحيانا يعني يترك مال ويقول: من هذا المال تصدقوا، يعني يقول مثلا يترك وقف معين، يقول: من هذا المال اذبحوا لي أضحية كل عام، أو يوكل شخص أن يذبح له من هذا المال، سواء كان تجارة أو دخل معين، فيوقفه يجوز من هذا المال أن يذبح له أضحية، أو أن يأتي أحد الأولاد سواء كان ابنا أو بنتا فيذبح له أضحية كل سنة، ففيه أجر وثواب، والابن أو البنت هو جزء من هذه الأم أو من هذا الأب، وكان سببا في سعيه. وذكرت هنا في حلقات سابقة الذين اعترضوا على هذا قالوا، استدلوا بالآية الكريمة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهو مات الآن. نقول أن الولد سواء ذكر أو أنثى هو من سعيه. فاطمة من إربد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله سيدي الشيخ. حياكم الله سيدي الشيخ. هي تزوجت أقل زوج ما أمرها وخلف منها بنت، خلفت ابنها كبر يعني بيسلم علي أنا ويام باوة السلام، حرام الله خلال حجة فاطمة. نعم الله ينعم عليك. شو السالفة؟ شوي شوي. زوجي يعني لما خد زوجي معاه بنت. زوجك ماله؟ زوجك ماله؟ زوجي بنته خلفت منه. ايوه ابنها كبر. زوجك ماله؟ ما سلم علي مباوشي ابن جوزي. ابن جوزي ما سلم علي مباوشي. حرام ولا حلال؟ ابن بنت جوزي. ابن بنت جوزك. حرام ولا حلال؟ قولي لي حرام. حرام ايش؟ انه يسلم علي مباوسي او بالايد. ايوه نجيبك ان شاء الله. ابن بنت زوجك. ان شاء الله بنجيبك ان شاء الله. حياكم الله. ابو محمد من عين الباشا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا، كيف حالك؟ حياك الله. شيخنا انا بدي ابلش كلامي، كلكم راعين وكلكم مسؤولون عن رعيتك. نعم. بالنسبة لقطاع النقل، مين سبب ترهله؟ الجميع. مش في مسؤول عنه، في هيئة قطاع النقل وفي إدارة. الجميع مقصر. ومية في المية أنا معك، الجميع مقصر 100%، ولكن يعني بالله عليك لما بتفوت على سوق، أجيب لك مثال. تفضل. تيجي مثلا بدك تفوت على جبل الحسين أو تفوت على النزهة أو على ضاحية الأمير حسن أو على الوحدات أو على جبل التاج، وتلاقي واحد صاف باص أو صاف سيارة أو صاف مزدوج وثلاثي، وبقول لك تات مر دورية، زمر له، مسكر الشارع ولا مبالي. يعني بالدول الأخرى مثلا تنظيم السير بيكون في شرطي مدني، يعني لابس مدني، سيارة بتمر من هناك يحمل معه جهاز موبايل. كويس معي أنت أبو محمد؟ نعم طبعا نعم. بصور السيارات المخالفة كلها وعلى طول بنزل عليه مخالفة.
هسا بالله عليك لو فعلوا هذه الطريقة بالأردن بيستجري واحد يوقف مزدوج؟ أبدا. لأنه بقول لك وين بدي ترجيها هسا؟ أقول له أنت ابن فلان وأنا فلان والله خالك صاحبي وعمك ابن عم قرابة إلي ونسيبك وأنت من أي قرية، ما فيش، بصورها وبضل ماشي. ممتاز. ما حدا بيقدر لا يصف غلط. السباقات اللي بتصير بالشوارع هاي لو الأجهزة هاي ضبطتها، لو ضبطوا مثلا سيارات الكوستر هاي كلها، الباصات النقل المتوسط هاي، لو انها كلها كانت تابعة لشركة معينة وهاي الشركة منضبطة، سواقين محترمين، رواتب صحيحة، مش بعطوها للسائق والكنترول. انت بتعرف ابو محمد انه بعطوها بعطوها للسائق والكنترول، بقولوا له بتجيب لنا اخر النهار 100 ليرة والباقي لك. ممتاز. هلا هو بده يطلع فوق السيارات، بده يطلع على الرصيف، بده يجيب 100 ليره له 100 لهم. طيب انت بتحكي صحيح 100%، بس هلا احنا بدي اجي انا قطاع النقل نفسه اللي بيخدم الركاب، سيبنا من السيارات كلياتها، كباص كتاكسي كسرفيس. الباص والتاكسي والسرفيس مراقبين مراقبه شديده جدا، وانا احدهم. انا زلمه معي تاكسي. نعم. شايف علي؟ وعمري الافتراضي على التاكسي 20 سنه قبلها كنت على الشاحنه. نحن اخوي ابو محمد، ابو محمد والاختصار على كلامك على راسي، نحن لا نعمم. أنا كان يجيني على البث المباشر في الإذاعة يتصل فيه سايق تاكسي بجوز مش مخلص يوميته أو مش جايب ضمان سيارته، بقول أنا لقيت بسيارتي 2000 دينار وبدور على صاحبهن. في عندنا ناس محترمة وناس كويسة. حاشاك ولا تعمم، أنا بعرف أنك ما بتعمم. أنا شيخنا، أنت من صف الجميع، عرفت كيف؟ أنا ما بقول لك بتعمم، بس أنا مشكلتي في أنه المشكلة اللي انت قاعد تحكي فيها لازم تكون كلها تحت نظام شركات على عيني وراسي. بالضبط. ما عندي مشكلة، ولكن مش تحت شركات خاصة، ما هي هيئة قطاع النقل هي الشركة الوحيدة المسؤولة عن النقل العام في الأردن. نعم. ليش ما تفعل شركاتها وليش ما تفعل حالها بدل ما تجيب لنا ناس من برا؟ صحيح، هم يفعلوا حالهم وفعلونا ونمشي على العجين ما بنلخبطوا ساعتها، وبتدر دخل كويس وبتعطي الناس رواتب كويسة وضمان اجتماعي وتأمين صحي، وكون السائق محترم مأمن براتب وضمان صحي. بتلفت نظرك لشغلة صغيرة بسيطة جدا، هاي بنعاني منها كلياتنا في الأردن، إنه الفئة اللي بتشتغل على قطاع النقل العام فئة صغيرة من العمر، فئة شباب. لما واحد بيجي بيقول لك بوقف، ليش بوقف للبن؟ شغلات زي هيك. هلا هذول أولادي، يعني لما أولاد شباب لا بيكبروا ببطلوا عند اول عدة حليب، بس يتزوج بس كذا، بقول انا شو اللي بقى اسوي في حالي. فالفئة المختارة للشغل على هيك قطاع فئة حرام تكون سنها، يعني المفروض انه يكون متزوج وعمره يعني معين، يعني ما ينحط على التاكسي هاي الا عمر محترم، يعني واحد بالضبط ومش تبع اسبقيات. شكرا. هاي الفئة اللي المفروض بتحترم نفسها وبتعرف انه بده اخر النهار بده يروح له باكيت حليب ولا باكيت فوط على بيته، بصير يخاف الله وبصير يشتغل ودور رزقه. بالضبط. مش غسليني يما وطعميني يما وسويتي عشاء ولا ما سويتي. صحيح. وشكرا لك يا شكرا. شيخ شكرا بيبارك علينا. شكرا يا ابو محمد حبيبنا. الله يرضى عليك ربي. يعني ابو محمد بيقول يعني التعميم نحن لا نعمم حقيقة. كان يجينا اتصالات قد يكون صاحب التاكسي ما كمل يعني ضمان سيارته، يجد مبلغ من المال ويتصل بالبث المباشر، يا اخوان انا وجدت مال في سيارتي، في امرأة نزلت او كذا، مين فاقد هذا المال؟ وامانة يعني حقيقة. وفي برنامج يعني في الاذاعة كان برنامج سألوا اهل الذكر فتاوى على الهوى كذا، متابعين اخواننا له لهذا البرنامج. لكن زي ما تفضل ابو محمد احيانا شباب طايش وجاي يتسلى، يعني بس بده يطلع اليومي وطش ويتفرج وينقي الراكب اللي بده اياه، وهذول حقيقة بدهم مراقبة، ويجب تفعيل هيئة تنظيم قطاع النقل صح، وما يظلوش بس قاعدين في مكاتبهم وبس مشان ياخذوا علاوات ورواتب والدنيا سايبة، لانه آن الاوان انه يتخذوا اجراءات. وللأسف الشديد صاروا مغيرين، بيجي 10 وزراء نقل، وللأسف الشديد يبدو أنه الكويس ما إله حصة عندهم. الأخ ناصر من عمان، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حياكم الله يا سيدي. يا سيدي صلي على النبي صلى الله على محمد.
إلي ابن عم توفى قبل رمضان بخمس أيام. الله يرحمه ويتغمد روح الجنة ويلهمكم الصبر. الله يرضى عليك. فمرته مخلف هو أولاد سنينة، واحد صغير عمره سنة وواحد عمره حوالي ست سنين، وبنات سنتين 13 و12. نعم. فيا سيدي هي المرة هاي طلع لها ورثة وطلع لها دور وطابق رابع طلع لها، فبتقول لك أنا ما بدي أظل ساكن هنا، بدي أروح أسكن بالجويدة. وهذا عند عمامها وإخوانه وعمتهم معهم. عند أولاد كبار؟ أولاد سنة، واحد خمس سنة وواحد ست سنين بس. أطفال يعني؟ بدها تروح تسكن عند أهلها؟ لا مش عند أهلها، بدها تستأجر من الجارة وتسكن هي وأخوها. هي ومين؟ هي وأخو لها. هي وأخوها. يا سيدي احنا الشغلة هي مشان شغلة عرض ومعرض ما نقدر نطلع المعصر برا. يعني البنات قديش عمرهن؟ واحد 12 وواحد 13. نعم والله. واللي سوي طيب اهلها شو بقولوا؟ اهل ابوها مضروب على راسه، امها مضروب على راسها برا، يعني جايين معها يقول لك نأجر هضراكة وخليها هي تستأجر هنا، يعني لما يبيعوا لما يعني بدها تستأجر قريب من أهلها ولا والله بدها تستأجر بالجويدة، مش قريب من أهلها ولا شيء. يعني مش قريب من أهلها. وهي كبيرة يعني في العمر؟ والله يعني أقول لك عمرها ما فيش 30 35 سنة بس. أنت شو بتصير حماها؟ انا اصير ابن عمها بالضبط، ابن عمي، ابن عمي اللي المتوفى ابن عمي. انت ابن عم المتوفى. وهي شو بتصير لك؟ هي ما تقرب لنا. ما تقرب لنا. نجيبك ان شاء الله. ان شاء الله يا سيدي. حياك الله. نعود الى ما معنا من الاسئلة. تقول ام محمد من المفرق، بعض الناس يعني بيعملوا في رمضان أو في غير رمضان، في رمضان بيعملوا فطور يقولوا عن روح الأموات، ومرات بيسووا عشاء ميت بسموه يعني عن روح الأموات، يجوز ذلك يعني صدقة عن روح أمواتنا وأمواتكم يجوز، ما فيها شيء، وخاصة إذا كان اللي بيسوي هذا الشيء ابن أو ابن ابن أو ابن وهكذا، يعني من الأولاد أو الأحفاد، لأن هذا يعني فيه بركة، وإخراج الصدقة عن هؤلاء الأموات والدعاء لهم يعني وارد في هذا الجواز. الأخ زيد من عمان يعني بيسأل، أولا الله يوفق الأخ زيد، يقول دعاء اللهم لا نسألك رد القضاء ونسألك اللطف به، هذا يواكب يعني الدعاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء يعني يرد القضاء، أو يعني الدعاء له ثلاث أماكن، إما أن يستجيب الله عز وجل الدعاء في الحال، وإما أن يدفع عنك ضرا كان سيقع عليك، يعني كان مقدر لك ضر وبسبب الدعاء رفع الله عز وجل عنك هذا الضر، وهذا من هذا القبيل، وإما أن يدخر لك الدعاء إلى يوم القيامة ويبقى لك فيه أجر وثواب لأنك التجأت إلى الله عز وجل، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي أن يرد يدي عبده صفرا، يعني صفر، فمن هذا القبيل أن اللطف في القضاء وارد حينما يتلقى بالدعاء. الأخ ناصر عبد الله من عمان، سلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافية شيخ محمد. الله يعافيك ربي. وتحياتنا لك يا شيخ. ولكم يا سيدي. الله عنك. ولكم يا سيدي. شيخ شكرا لطرح موضوع حلقتك، بس في بدنا تعمل لنا حلقة إن شاء الله، نفس الحلقة يا شيخ ونفس الشغلة بالمستشفيات يا دكتور، الشباب البعيد عنك الزعران والمدقدقين اللي بيكونوا وين موظفين بالمستشفى البشير وخمزة وغيره وغيره يا شيخ، بيكونوا رايحين سري مري وين عند غرف النسبة، هذول موظفين بالمستشفى؟ هذول موظفين يا شيخ، وإنسى مش سبقية وثنتين وعشرة ما تعدش، وحكي بعيد عنك وعن السامعين حكي بديل. طيب كيف الوزارة موظفيتهم هذول؟ والله عاد هاي انت منك حلقة يا شيخ عنهم. يعني اخ ناصر انا كنت في الجيش وبالدفاع المدني.
والبركه يعني ما بجن ما بجندوا واحد غير لما يجيب يعني موافقه امنيه بسموه، ما عليهوش قضايا ولا اسبقيات ولا شيء. عارف مين هدول يا شيخ؟ الموظفين اللي تبعون المدنيين اللي على الابواب واللي بمسحوا واللي بيعملوا. هذول ليش بفوتوا على غرف النسوان؟ بكون بطبيعه شغلهم يا شيخ يعني، وبنت علمك مستشفى البشير ما بدنا نقعد ندير. لا انا بعرف المفروض انه يعني اللي بفوت على غرف النساء وقسم النساء موظفات. موظفات هناك عندنا يا شيخنا ما شاء الله، روح الساعة 2 بالليل حط بيد اللي بالباب ليرة ليرتين او بكي دخان بتضلك فايد وشوربي، وقام بتطلع البنت من العملية بتلاقي 10-50 واحد واقفين برا. لا حول ولا قوة الا بالله. والله يا شيخ يعني انا مش بتقول الزلمة بتجنى عليهم، لا هيو شوفوا والكاميرا وإشي ما واضح دكتور، وتعال يعني كلهم حكي بعيد عنك وعن السامعين دكتور ما بنحكى. لا حول ولا قوة الا بالله. بس يا ريت نترجى منك تعمل لنا حلقة عنها يا دكتور. حاضرين. شكرا. ان شاء الله نتواصل مع معالي الوزير كمان ومع عطوفة الامين العام ونحطه بالصورة في هذا الشيء يعني. ويعطيك الصحة والعافية. الله يبارك بعمرك ان شاء الله. شكرا. الاخ ابو محمد من جرش، السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا الفاضل العزيز. حياكم الله يا سيدي. الله يحفظك ويطول بعمرك ويرحم موتاك. يا رب واياكم ان شاء الله. الله يجزاك الخير. سيدي سؤالين اذا سمحت. تفضل. يعني واحد قص شعره واظافره كان ما بده يضحي وضحى. بعدين انا هذيك اليوم بقرا شغلي سيدي بس حبي يعني لازم افهم. يعني حلق شعره؟ حلق شعره وقص اظافره. وبعدين نوى يضحي. بعدين رجع باله يضحي وضحى. مبارك ان شاء الله. ان شاء الله سيدي. بعدين في ايام العيد انا نعم. قريت شغلي بس يعني مش مستوعبها، القطط ليش بتختفي في ايام عيد الاضحى المبارك؟ ايش هي القطط والبسس الفتن يعني؟ البسس والقطط. البسس انها بتختفي في حكمة انها بتختفي في عيد الاضحى المبارك. والله عندنا دائرات هنا معبيات الحار. ما هاي هي انا بقول هذيك اليوم واحد الله يسعدك يا سيدي. بطر شو فيهن هالاولاد وبركضوا وراهن. الله يسعدك ويطول عمرك. اقسم بالله اني بتابعك باستمرار لانه وجهك وجه البشوش. الله يرضى عنك. يعني ابو محمد ما بضلش عندك بسس بجرش بالعيد؟ والله بضل، بس يعني هذيك اليوم واحد بنشر انها قال تختفي. قال لك بتختفي؟ انها ما بتضلش، قال بتختفي بايام العيد الاضحى ما بتبين. قال بشوف ارواح ما ارواح. يعني انا ما دخلت الشيخ السلاف عقلي. والله لا اسال فضيلة الدكتور محمد. ما بدهاش سؤال ابو محمد، انت ما بشوفش لقطات معبيات الحارة؟ بشوف بس يعني هو جاهل. صور له اياهن وودي له اياهن. هذا الفيس يا سيدي صار بلع. صور له اياهن وودي له اياهن. الله يسعدك ينحف امواتك. المهم دعواتك سيدي الشيخ ابو محمد ما يقولش كمان الكلاب بختفن. والله سربة سربة. والله يعاون سيدي. سربة سربة. الله يسعدك. الله يرضى عنك. دعواتك النتيجة الشيخ. الله يبارك بعمرك يا ابو محمد. على خير وهل. الاخ رمزي يعني بيحكي، طبعا يبدو انه انقطع كان مع الاخ رمزي الاتصال، بيحكي عن النقل العام ومين المسؤول. المسؤول كل الناس، الهيئة مسؤولة، وزارة النقل مسؤولة، الأمن العام، شرطة السير، الدوريات الخارجية مسؤولة، المواطن نفسه مسؤول. أنت لما تكون راكب بباص بالله وهو قاعد بسابق في الريح وبسابق أو فاتح المسجل على الآخر، وقف يا أخوي قل له معلش، خذ رقمه اشتكي عليه، صور فيديو ونزلها على الفيسبوك ونزلها وديها للجهات المعنية وخليهم يسمعوا شو في بصير جوا الباص وكيف هذا بسابق وكيف بيحمل ركاب زيادة وكيف الناس فوق بعضها، يعني كل المخالفات هاي اللي قاعدة بتصير. لكن أنا بدي أريحكم كمان يعني شغلة، أنا بقول من هالشاشة ومن هالمنبر هذا الخطوط اللي موجودة على كثير من الخطوط، عندك من صويلح للعبدلي، عندك خط عمان الزرقاء، عندك خط إربد، عندك خط الجنوب، عندك أكثر الباصات هذه كلها قاعدة بتسابق مسابقة، وخاصة الخطوط اللي داخل عمان. اللي داخل عمان هذه يعني ناس لا أخلاق ولا فهم ولا أي شيء. يعني لا أعمم، قد يكون هناك أناس محترمة، لكن بالغالبية أنه في فلتان بالموضوع.
يعني بطريقة عجيبة قيادة السيارات والأسلوب اللي قاعد بصير وخاصة الحافلات منها، فبدها إعادة ضبط. والحوادث اللي قاعد بتصير يعني مش معقول بعطلة العيد 400 وكذا إصابة غير الوفيات في عطلة العيد بس حوادث سير، يعني كمان بدها إعادة نظر. مش معقول الحوادث هاي وكثرتها، إلا أنه هناك انفلات في موضوع عدم اتباع قواعد السير والأخلاقيات السير اللي معروفة دوليا. الأخ عبد العزيز نتواصل إن شاء الله. الأخ أحمد جرادات يعني بيسأل مغبرة قدماء عبد في سبيل الله، طبعا له الجنة، ويعني الغبرة في سبيل الله عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. تحيات يعني دعواتنا لشهدائنا بالقبول إن شاء الله، وربنا يرحمهم ويتقبلهم في دفاعهم عن الأوطان. وأيضا سؤال الأخ أحمد جرادات، لا تدخل الجنة حتى تحابوا، يعني المحبة في الله عز وجل مطلوبة، وكما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول به يعني سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من اثنان تحابا في الله التقى على ذلك وافترقا عليه. أم وسام من عمان، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور محمد. حياكم الله يا أم وسام، وإن شاء الله بخير عايدين وصحة وهدات بالي يا أم وسام إن شاء الله. إحنا وإنت إن شاء الله. بدي أسألك يا فضيلة الشيخ، أمريني ما يأمر عليك ظالم يا رب. بالنسبة بعيد الأضحى إيجا يوم خميس، نعم أنا معتادة أصوم خميس واثنين، نعم. وبالنسبة للثلاث أيام البيض صدف يوم 13 الشهر يوم جمعة، نعم. من ضمن أيام العيد بجوز إن نصوم ولا نعم. لا نعم نجيبك إن شاء الله يا موسى. حاضرين. فاطمة الحسنات من البتراء، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا فيك. يا هلا يا أختي، كيف حالك؟ يا هلا بأهل البتراء كلهم، بخير. وانت بخير وصحة وهدات بال. الله يبارك بعمرك إن شاء الله. يلا يسلمك. عقبال عند حبايبك كلياتهم أولادك إن شاء الله، وكل اللي الله يسلمك ما يعنيك يا رب. وأمريني وعليك يا شيخ أنك تلبي طلبي. المرة الأولية قلت لي خلي الرقم وينقطع يخلص الشحن وما حكيت ولا شيء، وهسه بدي تحكي معي. الله يوفقك ويعلم أقامك، علم عليك. وأمريني يا حجة فاطمة. ما يأمر عليك فاطمة، أدي بس رقم التلفون. رقم التلفون خلي رقمك عندنا وإحنا بنتواصل معاكي. للأسف إنه كثير من الإخوة بتركوا رقمهم، يا تسع أرقام يا إما إنه ما بردوش على التلفون لما بنتصل فيهم. لا أنا ما جاني إشي، ما خليت رقمي مرتين بس المرة الثالثة لما حكيت معك نعم شحنه خلص التلفون وما عرف تحكي، بس واحد من الشباب يحكي معي حتى يعطي. طيب خلي رقمك أنت هلا. يلا يحكي معي. خدمتك خدمتك، تؤمري أمر. نعود إلى ما معنا من الاتصالات السابقة. الأخت فاطمة من إربد بتسأل ابن بنت زوجها، يعني زوجها متزوج من غيرها مثلا، أو هي تزوجت رجل عنده أولاد وبنات، هلا أولاده بجوز إنهم يسلموا عليها، ولأنها تحرم عليهم حرمة أبدية، وأولادهم كذلك وبناتهم كذلك. يعني هلا ابن بنت جوزها هذا يحرم عليها، لأنه ربنا إيش بيقول في القرآن الكريم؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. فهنا يعني هذا من المحرمين عليها، لأنه ابن الزوج محرم على هذه التي تزوجها أبوه حرمة أبدية ما عاد يجوز له، وكذلك أولاده، وكذلك بنات يعني أولاد بنات هذا الرجل، كل هؤلاء يحرموا على هذه المرأة اللي تزوجها أبوهم أو جدهم حينما يصبح الأحفاد. أبو محمد من عين الباشا يقول كلكم راع
وكلكم مسؤول عن رعيته. طبعا له وجهة نظر الأخ أبو محمد أنه أحيانا يقود هذه السيارات شباب صغار ما عندهم مسؤوليات ولهم سائلين عن إشي، وبتصير عندهم هذه التجاوزات والمخالفات وانتقاء الركاب، وبالتالي لأنه ما عليه مسؤولية. نحن نقول يعني ينبغي أن تتدخل الجهات المعنية أنه سائق السيارة اللي بدها تنقل أناس يعني أقل شيء يكون عمره 30 سنة، مش يسلموها لولد عمره 20 سنة ولا 22 سنة وبلش يستعرض ومغطي برداي وقزاز ملون وقاعد بطريقة عجيبة ونظارات وكذا، يعني في الدول اللي بتحترم حالها يعني. وينبغي انه احنا نستفيد من تجارب الدول الاخرى، واحنا في مقدمة الدول اللي بتعلم الناس الصح. يعني سائق التاكسي له لباس خاص، مش طالع اجلكم الله بزنوبة وقميص ونظارات ومش عارف ايش، له لباس خاص. ينبغي يكون مثلا تاكسي عمان لهم لباس خاص، السرفيس لهم لباس خاص، وهيك كل الدول يعني المفروض يكون في لباس خاص لهؤلاء يحترموا اللبس والتاكسي، ويكون هاي في شركة، مش كل واحد مشغل سيارة منضمنها من واحد وداير فيها على حل شعره. الأخ وليد الخطيب، السلام عليكم. فضيلة الشيخ، يا هلا، كل عام أنتم بخير. وأنتم بخير وصحة وسلامة. في عندي سؤال. تفضل يا سيدي. بنضحي عن طريق الجمعيات. نعم. طبعا في جمعيات خيرية كثير بنضحي عن طريقها، وبعطونا هدية مثلا مجسم خروف، هل هذا المجسم حرام نحطه ولا كيف؟ ايش بيعطوكوا؟ مجسم خروف، شكل مجسم. مجسم؟ نعم. شو هذا المجسم؟ شكل خروف. مشان تحطه بالدار انك ضحيت؟ ايوه هذا هي. ذكريات الاضحية تبعك؟ نعم، هاي بحطه بهالمجسم، انا بعرف المجسم ما بعرف حرام حلال. سيبك من المجسم وتأكد بس من الجمعية انها يعني بتشتغل صح؟ ويجوز أن تنيب غيرك بالذبح طبعا. أكيد بس نعم. المجسم يعني المجسم ما في له داعي، هذا شو مجسم يعطيك العلبة وبعد شوية نصير نتبرك فيها ونقول هذا خروفي، وإذا بتعطيه لحجية بتصير الحجية تفكر أنه هذا صورة الخروف تبعها ولا حدا يصيبه، وإذا ولد وقعه كمان لا تكسر خروفي وهذا أضحيتي، بعد شوية بنصير نتبرك بخروف الحجية، بتموت الحجية بعد عمر طويل، بصير أولادها وبناتها يقولوا بالله هاي كان غالي على الحجية هذا، لا حدا يقرب عليه، بيطلعوا الأحفاد بعدين بصيروا صلوا وحطوه قدامه. صح ولا لا؟ صح ولا صح؟ بلا منه هالخروف البلاستيك هذا، أو بتأخذوا يلعبوا فيه الأولاد من أول يوم. مزبوط. في عندي سؤال ثاني. تفضل يا سيدي. بتعرف احنا كبار بالسن، يعني أنا عمري فوق 62 سنة. العمر كله يس، بعدك شباب. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يعني احنا بجوز مش متأكدين، تعرف ايام اهالينا مش هل اليسر اللي كان موجود، هل عقيقة هل يجوز ان نعق عن نفسنا؟ بصير العقيقة عن النفس بصير كمان بالنسبة للولد، يعني لو كانت هو خروف للولد وخروف للبنت اذا استطاع ما استطاع واحد تجزئ، بصير واحد او بصير يجزئها هالسنة هاي واحد تجزئ. نعم. قصدك لو سوى السنة واحد وبعد كذا سنة واحد بجوز. بارك الله فيك، حياكم الله يا سيدي. بارك الله يا فيك. مرحبا، هلا يا سيدي. الاخ انس فريد من عمان، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل تحياتنا، نحبك في الله ونحن نحبكم كذلك، أحبكم الله يا سيدي. الله يخليكم يا رب. أنا من خلال الحوار هلأ، من خلال الدقائق الأخيرة يعني ظهرت عندي أسئلة. هذا هلأ الأخ وليد الخطيب كمان سؤاله مهم، لأنه يتبعوا موضوع المجسمات هاي، مش بس كمجسم يعرض، أحيانا تستخدم هاي الأشكال كألعاب للأطفال على نفس مبدأ الدبدوب وما إلى ذلك، فعلى شكل الخواريف والأبقار، يعني الأنعام بشكل عام. حتى في المواقع السياحية تجد بعض المجسمات من الصفوف أو الأشكال هاي من الجمال مثلا، وقش على ذلك هذا الأمر. استفسار آخر أيضا على مبدأ الدعاء، بما معناه انه اللهم انا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه،
يعني هل من الأولى يعني ترك هذا الـ يعني هو ربما يكون جائز كما ذكرت حضرتك، ولكن هل من الأولى تركه على مبدأ الفكرة إنه ما قيل مثلا عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام عندما قال يعني بما معناه إنه يعني ربي السجن أحب إلي، بما معناه يعني رب السجن أحب إلي ما يدعون إليه، ايوه بالضبط، وانه يعني لو طلب المعافاه لعافيناه، فهل يحسب انه هذا هو كأن يطلب القضاء من الله تعالى والاولى انه تركه او يطلب المعافاه من الله تعالى؟ نجيبك باذن الله يا سيدي. وتحياتي لكم. شكرا لكم يا سيدي. والاخ انس ختامها مسك يعني، ونعتذر من الاخوه المشاهدين لضيق الوقت لنجيب على الاسئله التي بحوزتنا. الاخ ناصر يقول يعني توفي ابن عمه قبل رمضان وزوجة ابن العم تريد الخروج يعني من البيت، وعندها أطفال صغار وعندها كذا، وتسكن مع أخيها، يعني هو عموم البلوى الآن، والأولى أنها تسكن مع أهلها أو بجوار أهلها، رحم الله امرئ جب الغيبة عن نفسه، وما ينبغي يعني أنها تنفرد، خاصة أنه عندها بنات صبايا وكذا، وهي أكيد يجب أن تكون حريصة على بناتها كما تحرص على نفسها. الأخ ناصر يعني في له ملاحظة عن المستشفيات والعمال اللي بيشتغلوا في المستشفيات، إن شاء الله راح نفرد حلقة عن هذا الموضوع. أبو محمد من جرش يقول بعد ما حلق الشعر نوى يضحي، هل الأضحية جائزة؟ نعم الأضحية جائزة وربنا يتقبل إن شاء الله. أيام العيد يعني بيقول البسس بتختفي، لا مليان البسس في كل مكان والحكي مش صحيح. الأخت أم وسام تقول عيد الأضحى صادف يوم خميس وهي تصوم يوم الخميس، يحرم صيام يوم العيدين، يوم العيد الفطر أو يوم عيد الأضحى يحرم الصيام مهما تكون الأسباب، لا إنه صادف يوم خميس ولا كمان إنه أنا أصومه نذرا أو قضاء أو ما إلى ذلك، يوم العيد يحرم الصيام. طبعا كمان الأيام البيض انفرد، مثلا جاء يوم جمعة، يوم الجمعة لا يفرد، طبعا الأيام البيض ليست يوم واحد ولكنها ثلاث أيام، لا يجوز إفراد يوم الجمعة، صيام يوم الجمعة يوم قبله أو يوم بعده، والأيام البيض يا أما بكون صام يوم قبله يا يوم بعده، لأنه الأيام البيض ثلاث أيام وليس يوم واحد. الأخ وليد الخطيب، الأضحية عن طريق الجمعيات، يجوز الأضحية عن طريق الجمعيات الموثوقة، تدفع لهم وتوكل، لأنه مش كل الناس بيقدر يذبح، السنة أن يذبح بيده، ما استطاع حد يذبح له. أيضا السنة أن يشهد الأضحية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قومي فاشهدي أضحيتك، لكن يعطوهم جسم مجسم خروف وبلش نحط هذا بالبترينة، وبعد فترة نحطه في غرفة الضيوف ولا حد يصيب المجسم. أول المجسمات هذه أنتم تعرفوا أنها يحرم إذا كان فيها روح، لكن يجوز أن تستخدم كألعاب أو لعب للأطفال يلعبوا فيها، ولكن ينبغي أن ما تكون كاملة هذه المجسمات. العقيقة عن النفس، طبعا العقيقة في اليوم السابع أو في اليوم الرابع عشر أو في اليوم الواحد وعشرين أو في أي يوم شاء، حتى لو صار عمره 50 أو 60 أو 70 سنة فيجوز له أن يذبح عقيقة عن نفسه. بالنسبة للذكر الابن اللي هو عقيقتين، لو قسمها السنة واحد والسنة اللي بعدها واحد جاز ذلك الفعل. طبعا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف به، طبعا رد القضاء، القضاء من الله عز وجل، لكن رب العالمين يخفف القضاء، وطبعا الدعاء كما ذكرت يخفف من هذا. مشاهدي الأفاضل، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحة.